إذن بسم الله عليه نتوكل وبه نستعين. انطلق شوطنا الثامن للقعادين في هذه اللحظات. انطلق هذا الشوط المكتظ بهذه الشعارات وهذه الأسماء. ننطلق مباشرة مع المقدمة لأرى هناك من في الصدارة، اللي في المقدمة في هذه اللحظات، اللي في مقدمة هذا الشوط هذا سراب لراشد بن بطي الزعبي، وهناك من الجانب الأيمن أرى الغربي لراشد بن مبارك المنصوري، وفي ثالث المراكز أرى الوصول هناك في ثالث المراكز من كرار لراشد بن حزام بن نديله مع كرار، ولكن اللي جاوز في هذه اللحظات ايضا شامان لمحمد بن عبد الله بن نادر ال عبد الله، وفي خامس المراكز ارى الوصول والدخول هناك من جانب الوصول والدخول من جانب اللي يحمل رقم نواف لمحمد بن سعيد ال خديعه، ويضمره عبد العزيز بن محمد ال خديعه. الله 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 يا هذا الشوط، شوط مكتظ بالأسماء، شوط قوي، شوط التأهل اللي في رابع المراكز. أرى الوصول في هذه اللحظات من دغاش لصالح بن مطر بن ضابط الدوسري. أهالي الخريب يطالبونك بالسلامات، يدفع إذن بدغاش في هذا الشوط، ولكن أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة لأرى هناك نواف لمحمد بن سعيد آل خديعة مع نواف في الصدارة وفي المقدمة. الله الله الله، طارن القعادين في هذه اللحظات، اشتدت المنافسة، المعركة طاحنة يبوي 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 على هذه المعركة، المعركة طاحنة. اللي في المقدمة اللي في الصدارة هذا مطرب لحسين بن مبارك النعيمي، مطرب إذن ويطربنا بهذا الأداء، يطربنا بهذا الأداء، مطرب ونواف، نواف ومطرب، مطرب ونواف، نواف ومطرب، ولكن تهانينا والناموس لمالك نواف محمد بن سعيد آل خديعه، ويضمره عبد العزيز بن محمد آل خديعه، واللي في ثاني المراكز، اللي في ثاني المراكز اعطونا ثاني المراكز، اللي في ثاني المراكز مطرب لحسين بن مبارك النعيمي القعيمي، عفوا حسين بن مبارك القعيمي مع مطرب في ثاني المراكز، وفي ثالث المراكز سراب لمحمد بن حسن الكعبي في ثالث المراكز، والتوقيت الزمني 2:23:39 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين.